وسلم يعني من الذكور والإناث سبعة. يثيج أو تسعة صلى الله عليه وسلم ما تشوق ممون جنابيريو. ثلاثة ذكور وأربع بنات. أديك نجن ما تشوق لكن أموين نجن مون. الأول من الذكور القاسم. وده ما دونكم جم تشوق يوم القاسم. وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. كايتو أمومي يوني نجا وتي صلى الله عليه وسلم نيل وني أبو القاسم كنني أبو القاسم. الثاني من الذكور إبراهيم. مرايوكم جم تشوق نيلوني إبراهيم. الثالث عبد الله. مرديك نيلوني عبد الله. ويلقب عبد الله بالطيب والطاهر. كايتو نيل ولوني عبد الله نكيج ويجي مبايو كنو ويجي مليه. الطيب والطاهر هذا. ويجي مبايو كنو ويجي مليه. نعم. البنات فاطمة. كايتو نيلو منيري مكوانغو فاطمة. وأم كلثوم. كايتو موري لوني أم كلثوم. ورقية. كايتو موري لوني رقية. وزينب. كايتو موري لوني زينب. جميع هؤلاء الأولاد والبنات ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نثين لقيدو تتما نثين نثين جاوتي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. مكمنا فاطمة كندا إمامته بانك نجاوتين سطون بانك ويتوتشين. وجميع هؤلاء الأولاد من الذكور ومن الإناث هم من خديجة رضي الله عنها. كاتو نثين لقيت تكلم أشوني كمونغو ما قن نثين منو يلقي خديجة. إلا إبراهيم هو من ماريا ليس من خديجة. ماك منا إبراهيم إبراهيم نين يفي مريم نيوكن يفي خديجة.